بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات الى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وبصرنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك يا رب العالمين. واختم لنا ولوالدينا وذرياتنا وسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين، آمين. وكنا وقفنا في أحكام الفرائض أو المواريث على من يكون لهم السدس، تكملت من يكون لهم السدس. وقلنا والسدس فرض سبعة: الأم مع الولد، أو ولد لابن، أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. يبقى لو له فرع وارث، الأم تحجب بالفرع الوارث من الثلث إلى السدس، وكذا إن كان له أكثر من أخ أو أخت، ولا فرق بين الأشقاء وغيرهم، يعني سواء كانوا الإخوة أشقاء أو لأب، فتحجب من الثلث إلى السدس، ولا بين كون البعض كذا والبعض كذا، وهو أي السدس للجدة عند عدم الأم، وللجدتين والثلاث، ولبنت الابن مع بنت الصلب. ونحن وقفنا عند هذه الفقرة، ولبنت الابن مع بنت الصلب. نكمل بقية من لهم السدس. ولبنت الابن مع بنت الابن، ولبنت الابن مع بنت الصلب تكملة الثلثين، وهو أي السدس. وكذا للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم لتكملة الثلثين، وهو أي السدس فرض الأب مع الولد أو ولد الابن. الأب أيضا مع الفرع الوارث يحجب إلى السدس، وإن كان الفرع الوارث أنثى يأخذ مع السدس الباقي تعصيب. وفرض الأب مع الولد أو ولد الابن. ويدخل في كلام المصنف ما لو خلف الميت بنتا وأبا، فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيب. وفرض الجد كذلك السدس، وفرض الجد الوارث عند عدم الأب، لأن الأب يحجب الجد. وفرض الجد الوارث عند عدم الأب، وقد يفرض للجد السدس أيضا، وقد يفرض للجد السدس أيضا مع الإخوة، كما لو كان معه ذو فرض، وكان سدس المال خيرا له من المقاسمة ومن ثلث الباقي، كبنتين وجد وثلاثة إخوة، وهو أي السدس فرض الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى،
الثلث أيضا فرض الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. نشوف في الحاشية الجزء اللي قرأناه ده وبعدين نكمل الباب، عشان كده ده نهاية من له السدس. قوله ولبنت لابن أي فأكثر، وإن شئت قلت أي جنس بنت لابن، فتصدق بالواحدة وبالأكثر. قول مع بنت الصلب يعني لو مات وترك بنتا لصلبه وبنت ابن أو بنات ابن، فالبنت الصلب تأخذ النصف وبنات الابن يأخذن السدس تكملة الثلثين بالتساوي، فإن كانت واحدة فلها السدس تكملة الثلثين، وإن كانت أكثر من واحدة يأخذ السدس ويقسم بالتساوي. مع بنت الصلب أي أو مع بنت ابن أقرب منها، وكذا كل طبقتين من ذلك لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك في بنت الابن مع بنت الصلب، رواه البخاري عن ابن مسعود، وقيس عليه الباقي وخرج بقوله مع بنت الصلب بالإفراد، ما لو كان هناك بنت صلب فأكثر فلا شيء لبنات الابن. يعني لو هو ترك بنتين لصلبه وبنت ابن، البنتين للصلب ياخذوا ثلثان تماما، وبنت الابن ما تاخدش حاجه. كويس؟ الا لو كان معها اخ يعصبها يقوم ياخذوا السدس للذكر من صحة الانثيين. كويس؟ تعصيبا. ما لو كان هناك بنت صلب فأكثر فلا شيء لبنات الابن بالإجماع إلا أن يكون معهن ذكر يعصبهن سواء كان أخاهن أو ابن عمهن. بس ممكن يبقى إيه؟ ابن ابن وبنات ابن آخر وسايب بنت صلب. كويس؟ يعني هو كان عنده بنتين وعنده ولدين، الولدين ماتوا في حال حياته وتركوا بنات ابن من جهة وابن ابن من الابن التاني، فيبقى إرثه البنتين للصلب ياخدوا الثلثين، وبنات الابن اللي مات هيعصبهم ابن عمهم، فدول كلهم ياخدوا السدس. كويس؟ فلا شيء لبنات الابن بالإجماع إلا أن يكون معهن ذكر يعصبهن سواء كان أخاهن أو ابن عمهن أو أنزل منهن، يعني ابن 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 ابن، يبقى هم بالنسبة له في طبقة أعلى لكن يعصبهم لذكوريته. خدت بالك؟ لا، هيتشاركوا في السدس علشان هيعصبهم، لان هو هياخد الباقي تعصيبا، ان هم هياخدوا الثلثين، البنتين ياخدوا الثلثين، يتبقى ثلث. الثلث ده هياخدوه ايه؟ لو ما كانش في وارث غيرهم، لكن لو في ام باقيه يبقى هم هياخدوا الباقي، بقيه الفرائض تعصيبا، لان ايه التعصيب؟ لو ما فيش معاهم ذكر يبقى هياخدوا السدس تكملة ايه؟ الثلثين، اذا كانوا ليهم في واحدة بس، لكن لو بنتين ما لهمش حاجة خلاص. اتحجبوا. ايوه. وابن ابن. هيتشاركوا في الباقي. بعد الثلثين. الباقي بعد الثلث، ما احنا ما نعرفش هل في بقى زوجة هتاخد نصيبها كمان، نشوف الباقي. ويشتركوا فيه للذكر مستحظ الأنثيين. كويس؟ قوله لتكملة الثلثين أي لأن بنت الصلب لها النصف وما تأخذه بنت الابن وهو السدس لتكملة الثلثين، ولهذا يسمى تكملة فليس فردا مستقلا، عشان كده هو مش فرد،
بتاخده للتكملة فقط. قوله وهو أي السدس أيضا للأخت من الأبي أي فأكثر، يعني لو ترك أختين شقيقتين وأخت لأب، لو ترك أخت لأب وأخت شقيقة وأخت شقيقة، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس برضو تكملة الثلثين. لكن لو ترك أختين شقيقتين تحجب الأخت الأب إلا أن يكون معها أخ، خد بالك ساعتها يسموه الأخ الإيه المبارك، ساعتها هياخذ الباقي تعصيبا للذكر مستحق الثلثين. وهو السدس أي للأخت من الأب أي فأكثر، ولك أن تحملها على الجنس الصادق بالواحدة وبالأكثر. وقول مع الأخت من الأب والأم للأخت الشقيقة أي الشقيقة، وخرج بقوله مع الأخت من الأب والأم بالإفراد، ما لو كان هناك أختان فأكثر من الأب والأم فلا شيء للأخوات من الأب، كما مر في بنات الابن مع بنتي الصلب فأكثر. لكن لا يعصب الأخوات من الأب إلا أخوهن، بخلاف الثاني ممكن يعصبهم ابن ابن ابن، إنما دول ما يعصبهمش إلا أخوهم، ما ينفعش ابن أخوهم، فهم؟ في فرق بقى. لكن لا يعصب الأخوات من الأب إلا أخوهن، ويسمى الأخ المبارك إذ لولاه لسقطنا. وقوله لتكملة الثلثين يعني هتبقى الأخت لأب مع الأخت لصلب تأخذ السدس لتكملة الثلثين، لأن الأخت الشقيقة خدت النصف. سورة إيه؟ يعني الوقت مات وترك أختان لشقيقتان وترك أخت لأب، كويس؟ فاهم؟ الأختين الشقيقتين هياخدوا الثلثان، والأخت لأب اتحجبت مش هتاخد حاجة. طيب لو كان معاها أخ هياخدوا الباقي تعصيب، مش كده سموه الأخ المبارك. لكن لو كان ترك أخت واحدة شقيقة وأخت لأب بس، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. السدس السدس تكملة الثلثين، لأن الأخت لأب هتأخذ النصف. واضح؟ هذه الكلام اللي هو فيه. يعني أخت الأخت أخت لأب وأخ لأب وأخت شقيقة، خلاص الأخت الشقيقة تأخذ النصف، ولو ما فيش ورثة تانيين النصف الباقي يقسم بين الأخ لأب والأخت لأب للذكر مصلحة ذات النسب. لكن لو ملهاش أخ هتأخذ السدس تكملة الثلثين. وقول لتكملة الثلثين لأن الأخت الشقيقة لها النصف، والسدس الذي تأخذه الأخت من الأب تكملة الثلثين فليس فرضا مستقلا كما مر. قول وهو أي السدس أيضا فرض الأب، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني مولود سواء ذكر أو أنثى. ولد هنا مش بلغة المصريين بوي مقابل جيرل، لا، ولد هنا يعني مولود بورن، بالإنجليش تبقى بورن، كويس؟ يعني مولود. وتبر بقى إيه؟ يعني بأي جنس كان حتى ولو خنس، كويس؟ يبقى المهم مولود وخلاص. يبقى ولد في الآية مش معناه الولد اللي هو الذكر أي المولود سواء كان ذكرا أو أنثى. أيوة يا سيدي، إحنا عايزين نركز يا عبد الوهاب عشان ما نرجعش كل شوية، عشان دي أرقام هتلاقي المخ بعد ما فهمها تقعد تعيد وتزيد فيها يتلخبط.
فأنا عايز نركز أول وأول. قول تاني. يعني ما نصش عليه القرآن. لا لا، ما نصش عليه القرآن إن هي ليها السدس مستقلة، هي بتاخد الباقي. إنما الفرد ده شيء مقدر في القرآن، قايل ده السدس ده السدس ده الثمن. إنما هنا ما قالش ليها السدس. فهمت إزاي؟ لكن إحنا بنديهولها تكملة الثلثين، لأن الفرد المستقل هو الثلثين المنصوص عليه. فدي خدت السدس النصف، تكملة الثلثين يبقى ايه؟ السدس. فدي عشان كده ده مش فرد مستقل، ده احنا بنكمل بيه الفرد. واضح؟ واللي فهمنا الموضوع ده ايه؟ فعل النبي، ان النبي فعل ذلك. خدت بالك؟ قوله وهو اي السدس فرد الاب لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولدا وولد لابنك الولد، يعني سواء كان لي ولد او حفيد. وقول مع الولد ذكرا كان او انثى، اما مع الذكر فليس للاب الا السدس بس فرضا، عشان مش هيعصب بقى لان ده ولد. فالأب لو هو تارك ولد وأب، ولد ذكر وأب، يبقى الأب ياخد السدس والولد ياخد الباقي كله، يسميه الولد يقش. فهمت بقى؟ يعني ياخد كله. عشان كده بتوع الكوتشينة يقول لك الولد يقش. ليه؟ لأنها بناء على علم المواريث مش على علم الكوتشينة. بكلمك جد والله، لأن علم المواريث أثر في العقلية، حتى لما يجوا يعملوا هزل تلاقي الايه العقليه متاثره ما زالت بالاحكام الشرعيه. فالولد هيقش هنا لانه هياخد كل حاجه، الاب ياخد السدس ويطلع، والابن الذكر، نقول الابن بقى عشان يبقى ذكر، الابن اللي هو مقابل ايه البنت، لكن الولد يشمل ذكر وانثى، والابن والباقي للابن. والحكمه في ذلك مع أن الأب أشرف من الابن، أن الأب لم يبقى من عمره إلا القليل غالبا، فلا يحتاج إلا للقليل من المال، والابن باق من عمره كثير غالبا فيحتاج إلى مال كثير. فاقتضت الحكمة الإلهية إعطاء الأب السدس والابن الباقي. وأما مع الأنثى، مع الأنثى الأب هياخد السدس برضه والأنثى تاخد النصف، وبعدين يرجع الأب تاني ياخد الباقي تعصيب. واضح؟ فللأب السدس فرضا والباقي بعد نصف البنت تعصيبا كما ذكره الشارح. وقوله أي ولد لابن أي وإن سفل، يعني لو ترك بنتا تبقى ليها النصف والأب يبقى ليه السدس. كويس؟ يبقى نخلي المسألة من ستة، يبقى البنت تاخد ثلاثة من ستة والأب ياخد واحد من ستة، يتبقى اتنين من ستة ياخدهم الأب برضه، يبقى الاخر الاب هياخد 3 من 6 والبنت تاخد 3 من 6. بس هو خد من 3 من 6 واحد من 6 فرضا، وخد الاثنين تعصيب. فاهم؟ قوله ويدخل في كلام المصنف اي لانه عبر بالولد الصادق بالذكر والانثى فتدخل فيه البنت. وقول ما لو خلف الميت بنتا وابا، مسالتهما من 6، ده جابها هو، اعتبارا بمخرج السدس. وقوله فللبنت النصف اي 3، وقوله وللاب السدس اي 1، وقوله فرضا اي حال كونه فرضا، وقوله والباقي تعصيبا اي وهو 2. ففي هذه الحاله يجمع الاب بين الفرض والتعصيب، حاله ايه؟ انه يترك بنت. قول وفرض الجد الوارث أي الذي هو أبو الأب، هنا ترك جد بقى، مش ترك أبوه، ترك جده لأبيه، أي الذي هو أبو الأب، وإن على بخلاف الجد غير الوارث كأبي الأم فإنه من ذوي الأرحام فلا يرث بخصوص القرابة. وقوله عند عدم الأب
أي لأنه عند وجود الأب يكون الجد محبوب طبعا، قايلين كده بنظام الحج، يكون محبوبا بالأب لأنه يدلي به، لأنه أصلا قرابة الجد للابن للحفيد عن طريق الأب، فالأب موجود حجبه، لو الأب مات يبقى الجد للابن على طول ياخد، خدت بالك؟ لأنه يدلي به. والمراد أن الجد يرث السدس عند عدم الأب إذا كان مع الولد أو ولد الابن، يعني سواء مع الولد المباشر أو الحفيد، حفيد الميت يعني. قول: وقد يفرض للجد السدس أيضا، السدس أيضا مع الإخوة. إحنا قايلين إن الإخوة الأب يحجب الإخوة، الجد ما يحجبش الإخوة، مش كده برضه؟ الجد يروح وارث مع الإخوة. طب هيورث ايه مع الاخوة؟ اما يشاركهم، واخد بالك ازاي، بحيث ان يكون المشاركة ليه ارجى من ايه؟ من الثلث، او ياخد السدس ان كان السدس اعلى من المشاركة بالثلث، يعني ياخد احظى النصيب. السدس اذا كان فيها مقاسمة، لو لقيناه اعلى من ثلث الباقي، لو لنا اعلى من ثلث الباقي نديله السدس بالمقاسمه، خدت بالك؟ لو لقينا السدس اقل من ثلث الباقي نديله ثلث الباقي والباقي للاخوه، سواء كانوا الاخوه بقى اشقاء او الاخوه لاب، كويس؟ لانه بيشاركهم مش الاخوه لام. وفرض الجد الوارث أي الذي هو أبو الأب وإن علا، بخلاف الجد غير الوارث كأبي الأم، إحنا قلنا ده، فإنه من ذوي الأرحام فلا يرث بخصوص القرابة. وقول عند عدم الأب أي لأنه عند وجود الأب يكون محجوبا بالأب لأنه يدلي به، والمراد أن الجد يرث السدس عند عدم الأب إذا كان مع الولد أو ولد الابن. وقد يفرض للجد السدس أيضا مع الإخوة أي كما فرض له السدس مع الولد أو ولد الابن، كما لو كان معه ذو فرض أي كالبنتين في المثال الذي سيذكره. وقول: وكان سدس المال خيرا له من المقاسمة ومن ثلث الباقي، أي لأن له إذا كان معه ذو فرض الأحظ من سدس المال والمقاسمة وثلث الباقي. يعني نشوف لو قسمنا بينهم بالتساوي مع الإخوة لأب والجد نعتبره أخ معاهم بالتساوي، أدي المقاسمة، ونحسب تاني نديله السدس، ومرة تالتة نحسب يعني الإرث مع الجد نحسبه ثلاث حسابات الأول قبل ما نقسم، نعمل مقاسمة وبعدين نعمل سدس السدس أو ثلث الباقي، ونشوف الأعلى رقما ياخدوا الجد وبعدين الباقي ياخدوا الإخوة. فهمت بقى المسألة؟ لما يبقى فيها الجد لازم تقسمها بالطريقة دي، اللي الثلاث احتمالات وتدي له أعلى احتمال. أي لأن له إذا كان معه ذو فرض الأحظ من سدس المال، الأحظ يعني الأعلى قدرا الأكثر عددا، الأحظ من سدس المال والمقاسمة وثلث الباقي. قولك: بنتين وجد وثلاث إخوة، مسألتهم هتبقى إزاي؟ من ست للبنتين الثلثان أربعة، وللجد السدس واحد، يعني هنخلي المسألة من ست زي ستة، البنتين ياخدوا اتنين من ست، كويس؟ لا، كل واحدة، كل بنت يعني من البنتين تاخد اتنين من ستة، يبقى البنتين ياخدوا أربعة، ما هو هياخدوا بالتساوي، يبقى أربعة، والجد ياخد سدس، أدي يبقى خمسة، يبقى قالنا إيه؟ واحد، دول للإخوة، وللجد السدس واحد، يبقى واحد على ثلاثة إخوة، والواحد ما يتقسمش على ثلاثة، صعب، فعشان نخلص من الكسر نضرب ثلاثة في ستة، يبقى 18، نخلي أصل المسألة من 18. يبقى البنتين ياخدوا ايه؟ 12 من 18، الثلثين يعني، والجد هياخد، احنا قلنا السدس 3 من 6 من 18،
ياخد 3 من 18. خلاص يبقى عندنا 3 من 18 فاضل 3، يبقى كل اخ بقى ياخد 1 من الايه من 18. فتضرب الثلاثة في 6 فتصح من 18، تصح يعني ما يبقاش فيها كسور. ادي المسألة. للبنتين 4 في 3 ب 12، احنا ضربنا في 3 بقى كل. للبنتين كانوا ليهم 4 من 6، ضربنا في 3، ال 4 في 3 12. خلاص؟ وللجد كان ليه 1 من 6، ضربنا في 3، يبقى ليه 3 من 18. ويبقى 3 على 3 إخوة لكل واحد 1 من 18. واضح؟ قوله وهو أي السدس فرض الواحد من ولد الأم. دي آخر إيه؟ آخر واحد ليه نصيب في السدس اللي هو إيه؟ الواحد من ولد الأم من الإخوة لأم سواء كان ذكرا أو أنثى. دي السدس، لكن لو تعددوا يبقوا شركاء في السدس. كويس؟ أي أن السدس فرض الواحد من ولد الأم لقوله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس أي أخ أو أخت من أم كما مر. وقول ذكرا كان أو أنثى أي أو خنثى. وأنت عارف طبعا ولد الأم الإخوة لأم ما يورثوش إلا في الكلالة. في الكلالة يعني مالوش أصل وارث ولا فرع وارث، ساعتها يورثوا. ونخش بقى في نظم الحجب، ده موضوع جديد. فنقرا في الهامش يقول: وتسقط الجدات سواء قربنا أو بعدنا بالأم فقط. وتسقط الأجداد بالأبي ويسقط يعني يحجب يعني. السقوط هنا بمعنى يحجب يعني يسقط من الاسم. وتسقط الأجداد بالأبي ويسقط ولد الأم أي الأخ للأم مع وجود 4. ولد الأم أهو اللي هو الأخ لأمي يعني. كويس؟ أولاد الأم اسمهم إيه؟ الإخوة لأم. يسقطوا مع وجود 4. طبعًا أنت لو فردتهم يطلعوا أكثر من 4 6. لكن هو جايبهم لك بالاختصار. مع وجود 4 الولد لو ليه ولد لأنه ده فرع وارث أهو. ذكرا كان او انثى عشان مش كلاله بقى، طالما ليه ولد ما بقاش كلاله خرج. الولد ذكرا كان او انثى او مع ولد لابن كذلك لانه ما زال لي فرع وارث، بس فرع الوارث هنا حفيد مش مباشر. ويسقط ايضا ومع الابي والجد لانه ليه ايه؟ اصل وارث. وان على يبقى هنا الأربعة أبوه ولد وولد ابن وأب وجد، أدي 4. خلاص؟ لو فردتهم تقول ولد الابن نخليه إيه؟ الولد نخليه بنت وإيه؟ وذكر، ذكر وأنثى يعني ابن وبنت. خلي ولد ابن وبنت فكنا بقى 2، ونيجي ولد الابن نفكه برضه يبقى ابن ابن او بنت ابن، عشان كده يبقوا 6 لو فكناهم هيبقوا 6. لكن هو يعني ايه بيحاول يختصر. ومع الابي والجد وان على. ويسقط الاخ للاب والام مع 3. ايه اللي يحجب بقى الاخوه الاشقاء؟ 3 انواع، واخد بالك؟ ويسقط الأخ للأب والأم مع 3 الابن طبعا وابن الابن وإن سفل والأب، يبقى هيسقط إيه؟ مع 3 الأخ الشقيق الإخ، يسقط الأخ الشقيق مع 3 الابن وابن الابن والأب. ويسقط ولد الأب بأربعة، 3 دول ونزود عليهم إيه؟ ابن الابن وابن الابن والأب. بهؤلاء الثلاثة هم الابن وابن الابن والأب وبالأخ للأب والأم، لأن احنا بنتكلم على الأخ الأب.
يبقى هما نفس الثلاثة اللي حجبوا الأخ الشقيق هيحجبوا الأخ لأبه ويزيد عليهم الأخ الشقيق نفسه. فهمت بقى؟ يبقى أربعة. وبالآخر الأب والأم. ما دي فتوى. دي فتوى احنا هنا لأنه هنا ما كانش ليه فرع وارث، مش حج مش محجوبين. ما كانش في سبب للحجب. ما كانش في سبب في الحجب. الثانية كان سايب إيه؟ سايب أبوين وإخوة لأم وإخوة لأب كده برضو؟ زوجة، سايب زوجة. زوجة وإخوة لأم وإخوة لأب مش كده برضو؟ وإخوة إيه؟ أشقاء كده برضو كان فيها الشقيق؟ أيوه صح. ما احنا أنا أقول لك العمرية يعني كنت أنا ملخص عشان ما أنساش. صح كده صح. سايب زوجة وإخوة أشقاء وإخوة لأم. واضح؟ طيب استنى لما اجيبها لك بس ايه عشان نراجعها مع بعض حتى لنا كنا كاتبينه من يعني الورقة اللي احنا كنا صورناها اهي هي دي. طب نراجعها كمان شوية، خلينا نخلص هنا دلوقتي، ممكن نرجع لها بسرعة هنا، هي كاتبها هنا في الأول خالص. ايوه ما احنا قلنا ان هم مش هيبقى ليهم فهيشتركوا مع الاخوه الاشقاء يبقى ترك اخوه اشقاء واخوه لام وزوجه. لا احنا بنتكلم في المساله اللي هي العمريه. فهتخلص فتخلص المسألة دي، ما هو بيتكلم على دي إن هو هنا خد معاهم، أيوه اللي هو زوجة وإخوة أشقاء، الزوجة هتاخد الصمت. الإخوة لأم هياخدوا ثلث، ودي تاخد صمت. والباقي الإخوة الأشقاء تعصيبي أي مع الإخوة لأم الزوجة تاخد الربع صح هتاخد الربع علشان هنا ملوش فرع وارث صح.
فما نتنقلش بقى بمسائل كتيرة، خلينا نركز في النقطة اللي احنا بنقراها يا جماعة علشان ما نلخبطش نفسنا. يعني خليك انت يركز في الحتة دي، لان دي غير دي على فكرة، دي صورة ودي صورة، فما تدخلش الصور في وقت واحد وانت لسه ما فهمتش الصورة دي، وإلا كده مش هتفهم المواريث. يعني الأول ركز في كل صورة منفصلة عن الصورة الأخرى، واضح؟ وبعد كده بقى لما تهدم الموضوع هتلاقي ان دي منفصلة عن دي ودي منفصلة عن دي، دي منظر يعني زي عبد الحميد وانت بتكلمني على عبد الصمد مثلا، فهمت ازاي؟ وتقول لي اصل ده ليه مناخير وده ليه مناخير، اشمعنى ده؟ اشمعنى ده بقى عبد الصمد وده عبد الحميد؟ فهمت؟ ده بني ادم وده بني ادم، دي مسألة ودي مسألة، فهمت؟ فعايزين في علم المواريث بالذات كان مشايخنا يقول لنا كده، وانت بتفهم الصورة ما تفتكرش صورة تانية عشان ما تشوش مخك، خدت بالك؟ خلينا نخلص الحته دي. يعني هي لو جات لك الصوره وانت فاهم هتحلها من غير ما تسميها، واخد بالك؟ طالما انت فهمت ساعتها بقى مش مهم تفهم دي الحجريه ولا الغراويه ولا، لان انت فهمت الاصل. فطالما فهمت الاصل تقول لي بس هو مات وساب مين؟ يقول لك ساب كذا، وتروح حللها له. ساعتها حتى تبقى انت ناسي دي تبع اني مساله، ما تفرقش بقى معانا، خدت بالك؟ فانت عشان كده افهم صوره صوره الاول وتمشي. احنا كنا واقفين فين بقى؟ وأربعة يعصبون أخواتهم، هي دي اللي احنا واقفين عليها اللي هي التعصيب. لا مش كده، احنا بنقرا من الهامش. وأربعة يعصبون أخواتهم أي الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، الابن وابن الابن والأخ، طبعا الابن بيعصب إخواته وابن الابن يعصب اخواته ويعصب عماته كمان، وابن الابن والاخ من الابن من الاب والاخ من الاب والام والاخ من الاب، اما الاخ من الام فلا يعصب اخته بل لهما الثلث، واربعه يرثون دون اخواتهم وهم الاعمام وبنو الاعمام وبنو الاخ وعصبات المولى المعتق، وانما انفردوا عن اخواتهم لانهم عصب وارثون وأخواتهم من ذوي الأرحام لا يرثون. هنشوف في الشرح تفهمها على طول. يقول وأربعة يعصبون وأربعة يعصبون أخواتهم. لما ذكر العصبة بالنفس ذكر العصبة بالغير. ذكر العصبة بالنفس هناك قال لك إن الأب يحجب الجد، مش كده برضه؟ فهنا بيتكلم على ناس تانيين يعصبوا بقى يعصبوا بالغير. وأربعة يعصبون أخواتهم، لما ذكر العصبة لما ذكر العصبة بالنفس ذكر العصبة بالغير، ولا يخفى أن أخواتهم منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم فيه فهو بالتاء لا بالنون، لأن الإخوان جمع أخ. واحنا في الشرح كنا واقفين وتصفت احنا كنا واقفين عند وتسكت. طب كويس، تعال نقرا بقى من اول وتسكت الجدات، عندك حق، فتح الله عليك. قول وتسقط الجدات الى اخره، هذا شروع في حجب الحرمان بالشخص اللي هو بالنفس، سواء قربنا اي كأم ام وام اب، او بعدنا اي كأم ام اب، يعني ام الجده كأم ام ام، يعني ام الجده لام، وأم الجد اللي هي أم أب، أي فلا فرق بين أن يكون لأب أو لأم. وقوله بالأم أي لأن الجدات إنما يرثن بالأمومة، والأم أقرب منهن كما مر. وقول فقط أي دون الأب، وهذا في الجدة للأم، يعني الجدة للأم تحجب بالأم لكن ما تحجبش بالأب لأنه ملوش علاقة بيها، مش كده برضو؟ فلا يحجبها إلا الأم، إذ ليس بينها وبين الميت غيرها. وأما الجدة للأب فيحجبها الأب، لأن الأب بينه وبينه.
فيحجب الأب لأنها تدلي به كما تحجب بالأم، يعني الجدة من جهة الأب تحجب بالأب وتحجب بالأم، واضح؟ والبعد من كل جهة تحجب بالقرب منها، كويس؟ والبعد من جهة الأب لا تحجب بالقرب من جهة الأم، ودي قلناها قبل كده على فكرة. يعني مثلا إيه؟ الجدة، الجدة لإيه؟ للأم، اللي هي إيه؟ أم الأم، تحجب أم الأب، كويس؟ بالرغم إن دي درجتها أدنى إلا إنها تحجب أم الأب، لأنها جاية من جهة الأم فهي أقوى، على الصحيح، لأن هي وجهين على فكرة. على الصحيح، لأن هي وجهين. في وجه إنها ما تحجبهاش. واخد بالك؟ آه دي المسألة، لكن إحنا بنتكلم على الصحيح. لأن جهة الأمومة أقوى من جهة الأبوة. خدت بالك؟ فمن جهة الأب علشان تحجب، تحجب من جهة الأب بس. لكن من جهة الأم ما تحجب، لا تحجب إلا لو كانت ايه في نفس المستوى او ادنى منه، لكن لو هي اقرب تحجب برضه لو هي الثانيه من جهه الام ترجيحا لجهه الام. ولو عايز نقرا لك الحته اللي احنا وضحناها بتاعت الرحبيه، كنا قراناها المره اللي فاتت، بيقول ايه؟ وان تكن قربى لام حجبت، ام اب بعدا وسدسا سلبت، وان تكن بالعكس، يعني ايه قرب لأب، يعني هي جدة من جهة الأب. فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعد على الصحيح، كويس؟ واتفق الجل على التصحيح، يعني ده اللي هو قول الراجح. حتى بيقول لك هنا في الشرح بيقول إيه؟ وتسقط الجدة من جهة الأب بالأب لأنها تدلي به، بخلاف الجدة من جهة الأم فلا تسقط بالأب، والقرب من كل جهة تحجب البعد من تلك الجهة. فأم أم الأم تحجب بأم الأم وأم أم الأب، تحجب بأم الأم وأم أم الأب تحجب بأم الأب، فلا ترث البعد مع وجود القربة مع اتحاد الجهة. وإن لم تدلي بها كأم أبي أب وأم أب فلا ترث الأولى أم أبي الأب، يعني الجدة جدة الأب من جهة أبيه وأم أب، فلا ترث الأولى مع الثانية طبعا، لأنها القربة، لأنها من نفس الجهة. والقربة من جهة الأم كأم أم تحجب البعد من جهة الأب كأم أم أب، وتحجب أيضا القربة من جهة الأب، والقربة من جهة الأب كأم أب لا تحجب، لا تحجب البعد من جهة الأم. يعني أم 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 تورث مع أم الأب، فهمتني إزاي؟ على الصحيح. لكن لو مشينا على القاعدة تبقى تتحجب بأم الأب، لكن إيه في الحالات دي ما تحجبش بيها لأنها من جهة الأم. أدي الحتة اللي أنا بنقولها، لكن على أي حال الوجهان موجودين. فبيقول هنا وتسقط الجدات سواء قربنا أي كأم أم وأم أب، أو بعدنا أي كأم أم أم وأم الجد، أي فلا فرق بين أن يكن لأب أو لأم. وقول بالأم أي لأن الجدات إنما يرثن بالأمومة، والأم أقرب منهن كما مر، فقط أي دون الأب، وهذا في الجد للأم، فلا يحجبها إلا الأم إذ ليس بينها وبين الميت غيرها. وأما الجدة للأب فيحجبها الأب لأنها تدلي به كما تحجب بالأم، والبعد من كل جهة تحجب بالقرب منها، والبعد من جهة الأب تحجب بالقرب من جهة الأم، بخلاف العكس اللي هي القرب من جهة الأب لا تحجب بالبعد من جهة الأم. أدي العكس على الصحيح، الصحيح معناها فيها وجهين إنها تحجب كما تقدم موضحا، اللي هي الحتة اللي احنا قريناها. قول وتسقط الأجداد بالأبي، وكذلك يسقط الجد،
الأبعد بالجد الأقرب منه إلى الميت، ولذلك قال في المنهج: وجد بمتوسط بينه وبين الميت. قول: ويسقط ولد الأم، أي ذكرا كان أو أنثى، فالمراد بقوله أي الأخ للأم، ولد الأم يبقى الأخ للأم يعني، ما يشمل الأخت. وقوله مع وجود أربعة أي واحد منهم، اللي هو اثنين فرع وارث واثنين أصل، اللي هو الأربعة. والضابط في ذلك أن يقال يحجب الأخ للأم بالفرع الوارث والأصل الذكر، فالفرع الوارث يشمل الولد وولد الابن، والأصل الذكر يشمل الأب والجد. وإن نظرت لكون الولد يشمل الابن والبنت، وولد الابن يشمل ابن الابن وبنت الابن، والأصل الذكر يشمل الأب والجد، كان المجموع ستة. فتلخص أن الأخ للأم يحجب بواحد من ستة، ولا يحجب بالأم، ودي حاجة نادرة، لا يحجب بالأم، يعني الأخ لأم لا يحجب بأمه، بخلاف الأخ لأب يحجب بإيه؟ بالأب. ولا يحجب بالأم، وإن أدلى بها فالقاعدة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا أولاد الأم، فلا يحجبون بها وإن أدلوا بها. وعلم مما ذكره المصنف أن الأخ للأم لا يحجب بالأخ الشقيق أو الأخ للأب، وإن كان قد يغلط فيه أن الأخ للأم لا يحجب لا بالأخ الشقيق أو الأخ للأب، لكن الأخ للأب بيحجب بالأخ الشقيق، لكن ما يحجبش الأخ لأم، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب وما يحجبش الأخ لأم. واضح؟ قوله الولد أي ولد الصلب، وقوله ذكرا كان أو أنثى أو خنثى، وقوله ومع ولد الابن كذلك أي ذكرا كان أو أنثى أي أو خنثى أيضا. قوله ومع الأب والجد، فالأب يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم، والجد لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب، ويحجب الإخوة لأم للأم. وقول وإن على أي الجد، يعني الأب بيحجب الإخوة الأشقاء ويحجب الإخوة لأم، يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، يحجب كل الأنواع الإخوة، إنما الجد ما يحجبش الإخوة لأم. واضح؟ لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب، ويحجب الإخوة للأم. يبقى الجد يحجب الإخوة للأم، لكن ما يحجبش إيه؟ والجد لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب، ما يحجبهمش الأب، لكن الأب يحجب الإخوة، لكن الجد يحجب الإخوة للأم وما يحجبش باقي الإخوة. أنا عندنا ثلاث أنواع إخوة، إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم. الإخوة لأم يحجبهم الأب الجد، لأن الجد أصل، أصل وارث، فمش كلالة. واضح؟ وقول وإن على أي الجد، ويسقط الأخ للأب والأم أي الشقيق كما مر. وقول مع ثلاثة، الأخ الشقيق يسقط مع ثلاثة، الابن وابن الابن وإن سفل والأب طبعا، ودول احنا عارفينهم على فكرة. الحاجات دي تكرار للي فات، بس بيحاول يجمعه لك بطريقة يعني بيلخصه لك، لكن هي يعني لو ما قريتهاش هي مفهومة من السابق. ويسقط الأخ للأب والأم أي الشقيق كما مر. وقوله مع ثلاثة أي مع واحد منهم، الابن وابن الابن وإن سفل أي ابن الابن. وقوله والأب أي دون الجد، فلا يحجبه بل يشاركه كما هو معلوم. ويسقط ولد الأب أي الأخ للأب بأربعة، اللي فاتوا مع الأخ الشقيق يحجبه برضه، مش كده برضه؟ بأربعة أي بواحد منهم، وهو بهؤلاء الثلاثة بدلا من قوله بأربعة. وقوله بالأخي وبالأخي للأب والأم أي الشقيق، لأنه أقوى منه. فإن قيل أنه يحجب أيضا بالأخت الشقيقة مع البنت لأنها عصبة مع الغير، أجيب بأن كلامه في من يحجب بمفرده، والأخت لا تحجب الأخ بمفردها بل مع البنت، ودي نقطة دقيقة لطيفة. ويسقط ابن الأخ للأب والأم بست، بالأبي والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأب. ويسقط ابن الأخ للأب بسبعة،
بيحاول يبين لك بقى الباقي على اساس ايه؟ سلسله الحج بسبعه بهؤلاء السته وابن الاخ لابوين، ويسقط العم لابوين بثمانيه، هؤلاء السبعه وابن الاخ للاب، ويسقط العم للاب بتسعه، هؤلاء الثمانيه والعم لابوين، ويسقط ابن العم لابوين بعشره، هؤلاء التسعه والعم لاب، وهكذا نفس السلسله اللي احنا كنا شرحناها قبل. ويسقط ابن العم لاب باحد عشر، هؤلاء العشره وابن العم لابوين اللي هو الشقيق. ويسقط المعتق، المعتق وعصبته بعصبه النسب اجماعا، طبعا لو في عصبه نسب وفي عتق فالنسب اولى من ايه؟ من العتق. فالنسب يحجب الايه؟ الولاء بالعتق. يعني ولاء النسب اقوى طبعا. اجماعا، لان النسب اقوى من الولاء، ولذلك اختص باحكام كوجوب النفقه وسقوط القصاص ورد الشهاده ونحوها. يعني انت ممكن تشهد على المولى المعتق لكن ما تشهدش لابنك، واخد بالك؟ لان النسب يمنع الشهاده، لكن الولاء بالعتق ما يمنعش الشهاده. كذا القصاص، لو قتل أب ابنه لا يقتص منه. ليه؟ لشبهة التأديب، لأن ربما ما يقصدش قتله، ده كان يقصد يأدبه لوجود الشفقة فلا يقتص منه فتسقط. ويجب النفقة في الحالة دي على الابن مثلا وعلى الأب، لكن لا يجب النفقة على المولى المعتق. فعلشان كده العلاقة في النسب أقوى، لأنها تختص بأحكام مش موجودة في الولاء بالعتق كوجوب النفقة وسقوط القصاص ورد الشهادة ونحوه. وإنما سكت المصنف عن ذلك اختصارا، قوله أربعة يعصبون أخواتهم، لما ذكر العصبة بالنفس ذكر العصبة بالغير، ولا يخفى أن أخواتهم منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم فهو بالتاء لا بالنون، لأن الإخوان جمع أخ وهو ليس مرادا هنا. وأما العصبة مع الغير فهن الأخوات مع البنات أو بنات الابن. للذكر مثل حظ الأنثيين، أي مثل نصيبهما، لأنه يحتاج النفقة لنفسه. ليه بقى الذكر مثل حظ الأنثيين؟ بيعلل لك هنا، لأن الذكر يحتاج النفقة لنفسه ولزوجته، والأنثى إنما تحتاج النفقة لنفسها فقط، بل قد تستغني عنها بنفقة الزوج، لكن لم ينظر لذلك لأنه قد لا يرغب فيها لعدم جمالها وقلة مالها. فأبطل الشارع ما كانت عليه الجاهلية من حرمان الإناث وتوريث الذكور بحسب ما اقتضته الحكمة الإلهية. قول الابن لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقول وابن الابن أي وإن سفل، يبقى الابن بيعصب اخواته ويبقى للذكر مثل حظ الانثيين. وقول وابن الابن اي وان سفل، لانه لما قام مقام ابيه في الارث قام مقامه في التعصيب. وقول والاخ من الاب والام اي الشقيق. وقول والاخ من الاب لقوله تعالى وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. قول اما الاخ من الام إلى آخره، مقابل لقول والأخ من الأب والأم والأخ من الأب. الأخ الأم فلا يعصب أخته لأنه بيبقوا شركاء، لأنه هو بيرث هنا مش بيرث بالتعصيب، فلا يعصب أخته لأنه لا تعصيب في من أدلى بها وهي الأم. وقول بل لهما الثلث أي يشتركان فيه بالسوية، وفي بعض النسخ بل لهما السدس وهو تحريف أو سبق قلم، ويمكن تأويله بأن المعنى بل لكل واحد منهما السدس. قول وأربعة يرثون دون أخواتهم، إمتى بقى الذكر يرث وإخواته ما يورثوش؟ في أربع أحوال، كويس؟ أي فلا يرث الضعيف النسب المتراخي مع ضعف الأنوثة أيضا، فلا يعصب الذكر أخته من هؤلاء الأربعة، فالعمة وبنت العم وبنت الأخ من ذوي الأرحام فلا يرثون بالقرابة الخاصة، وهم أي الأربعة الذين يرثون دون أخواتهم الأعمام. يعني مثلا ترك بنتا وعما وعمات، كويس؟
البنت تاخد النصف والعم هياخد الباقي تعصيب. طب واخواته اللي هي العمات ما ياخدوش حاجه. خدت بالك؟ يبقى هنا العم ايه؟ يورث وهو ذكر دون اخواته من الاناث. والاعمام وهم الاعمام اي لابوين. لو كان العم شقيق يحجب العم لاب ياخد النصف لوحده. كده برضه؟ طب ما فيش عم شقيق، العم لاب ياخد والعمات الشقيقات ما تاخدش. شفت قد ايه؟ لقوة الذكور. ها؟ لا. دي امثله لكن في الاخوات غير الاعمام، للاخوات اقرب فيقوم يعصب، لكن في الاعمام لا. وقول والاعمام اي لابوين او لاب، وقول وبنو الاعمام اي من الابوين او لاب. برضه ترك بنتا وابن عم شقيق وبنت عم. ابن العم الشقيق يورث مع البنتين تعصيب والبنات العم ما يورثوش، وابن العم الشقيق يحجب ابن العم لاب، وابن العم لاب يحجب بنات العم الاشقاء وبنات العم لهم. واخد بالك؟ وهكذا. انت لو فهمت مش محتاج تقرا على فكره الكلام ده خالص، يعني انا كنتش احتاج اقراه. يعني ايام ما ذاكرت انا زمان المواريث ما قريتش الحته دي، لان لقيت دي تحصيل حصل للي فات، انا فهمت اللي فات فمش محتاجه. انا يمكن اول مره اقراها معاكم الحته دي، لان انا كسلت اقراها لما لقيت انها تحصيل حصل للسابق. لكن احنا قلنا نقراها علشان ناخد بركه اننا قرينا كل كلمه في الكتاب. لكن انت بتلاقيها عموما تحصيل حاصل على اي حاجه. وقول وبنو الاعمام اي من الابوين او لاب، وانما قال وبنو الاعمام ولم يقل وبنوهم للايضاح للمبتدي، فاندفع قول بعضهم هو من الاظهار في مقام الاضمار لغير حكمه، بل له حكمه وهي الايضاح للمبتدي، لانه هو المقصود من وضع هذا الكتاب، فالاظهار اولى من الاضمار. وقول وبنو الاخ اي للابوين او لاب، وعصابات المولى اي المتعصبون بانفسهم كابن المعتق فيرث دون اخته. برضه دول من ضمن الناس. يعني هيورث بالايه؟ بالولاء للعتق، لانه مالوش تاني اللي مات ده مالوش اي وارث، لا اصل ولا فرع ولا حواشي ولا ارحام ولا حاجه، مالوش الا مولى معتق. فالمولى المعتق كمان مات، ابن المولى المعتق الذكر يورث وبنات المولى المعتق ما يورثوش. فهمت بقى؟ فيرث دون اخته فلا ترث، بخلاف طبعا لو كان ابنه من النسب هيعصب اخواته لان النسب اقوى. فهمت ازاي؟ فلا يرث دون اخته، فيرث دون اخته فلا ترث بالولاء، لان الاناث اذا لم يرثن في النسب البعيد فعدم ارثهن في الولاء الذي هو اضعف من النسب البعيد اولى. وما ورد من انه صلى الله عليه وسلم ورث بنت حمزه من عتيق ابيها حديث مضطرب لا تقوم به حجة، والذي صوبه النسائي أنه كان عتيقها مش عتيق إيه أبيها، علشان كده ورث. والله تعالى أعلى وأعلم. وكده تبقى خلصنا احنا أحكام المواريث، فاضل أحكام الوصايا اللي هي الوصية من بعد وصية يوصي بها أو دين. فالديون احنا اتكلمنا عليه قبل كده وفي أبواب الحجر وغيره، والمواريث اتكلمنا عليها، بقى إيه الوصايا إن شاء الله يوم الاثنين القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.